الأبطال يفدوك بالروح والدم. كتف كتفك كتف كتفك واحد صفك واحد صفك بين إخواتنا بين إخواتنا بين إخواتنا بين إخواتنا. اهلا ومرحبا بكم معي من واشنطن وحلقه اخرى في شهر يناير. شهر يناير شهر البشاير كما يسموه احيانا. اتحدث في هذه الحلقه عن حدث غير عادي، حدث ربما لم تشهده مصر ولم يحدث مع نقابه المحامين من اسوان الى الاسكندريه ومطروح والسلوم. إضراب كبير وحراك قوي حقوقي للغاية للمحامين المصريين لم يحدث منذ قرابة 3 عقود. نعم، منذ وفاة أو مقتل المحامي عبد الحارث مدني في أبريل 1994 والأحداث التي وقعت فيما بعد ذلك من إضرابات ومن اشتباكات حتى في الشارع مع قوات الأمن للمحامين، نقلتها وكالات الإعلام الغربية والأمريكية لما يحدث في مصر. لم يحدث مثل هذا الحراك والتكاتف للمحامين مع بعضهم البعض ضد ما اعتبروه انتهاكا لحقوقهم الأساسية. أتحدث عن في الواقع عن ما حدث في مطروح، قضية محامي مطروح. 6 من المحامين في مطروح كانوا قد اشتبكوا في بداية يناير مع 3 من موظفي النيابة والمحكمة. انتهى الأمر وبحبس هؤلاء 6 دون الآخرين الذين اشتبكوا معهم، وفي خلال 10 أيام فقط صدر في 18 يناير قرارات من المحكمة بالحبس أو بالسجن لمدة 2 لكل منهما، ثم الوضع تحت الرقابة 2 آخرين. مسألة الحبس السريع، مسألة القرارات، هذه الإجراءات هل اتخذت أم لا تتخذ، أثارت ضجة كبيرة بين المحامين ودعت النقابة إلى إضراب عام. وتم بالفعل الإضراب العام، تم تنفيذه من أقصى مصر إلى أدناها، وتوافد وفود المحامين على مطروح للوقوف مع زملائهم في المهنة دفاعا عن حقوقهم. هذا ما تحدث عنه وماذا تعني هذه الحركة أو هذا الإضراب وهذا الحراك الحقوقي الذي أيضا لم نشهده في مصر منذ نحو 8 أو 9 سنوات. يسعدني أن أستضيف عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين الذي كان من ضمن فريق الدفاع الذي شارك في المحاكمة الثانية التي تمت يوم 22 يناير، وبناء عليها تم الإفراج عن المحامين 6 في انتظار الحكم القضائي بعد الاستئناف في 5 فبراير المقبل. يسعدني أن أرحب بالأستاذ أحمد صبري أبو علم، المحامي بالنقد. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا حافظ بي. أهلا وسهلا. أنا عارف أنه أسبوع كان مليء للغاية، يعني أنا كنت بتابع على السوشيال ميديا الملاحظ عموما لدى الإعلاميين هو نعم. عدم تغطية حدث بهذه الضخامة وبهذا نعم. الحجم والزخم في نعم. الإعلام الرسمي، واقتصر الأمر على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. حدثني نعم. أولا عن ماذا حدث بالضبط وماذا حققتم؟ هل هو مطالبة بمعاملة خاصة للمحامي أم هي مسألة حقوق للمواطن؟ في البداية طبعا برحب بحضرتك وبرحب بكل المشاهدين اللي بيشوفونا.
لكن هو مش مطلب فئوي نهائي، لأن المحامي أو الدفاع ما ينفعش يكون فئوي، لأن المحامين احنا نطلق عليهم هم وكلاء الأمة. يعني ايه وكلاء الأمة؟ يعني كل محامي معمول له 10,000 توكيل، فإذا 10,000 إنسان يثق فيه، وزميلي معمول له 10,000، وزميلي معمول له 10,000. لو جمعت نقابة محامين مصر جميع المحامين هتلاقيهم وكلاء عن الشعب فعلي. فالمشهد ليس فئويا بالمرة، المشهد ليس فئويا بالمرة، لكن لما يتم الجور على حقوق المحامي فبالتالي كده تبقى كارثة. الكارثة دي هتقع على المحامين فقط؟ لا، بتقع على كل من يتعامل مع مرفق العدالة اللي هو بمثابة رئة الدولة اللي بتتنفس من خلالها. ده رقم واحد. اتنين، لا الموضوع كان متغطي لكن مش على الإعلام الرسمي، الإعلام الغير رسمي، وأظن إن كان في إشارة خضراء لده. يعني إحنا لم مفيش أي حد اعترضنا، مفيش أي حد قبض عليه رغم الوقفات والتجمهرات المشروعة بين قوسين. يعني أنا شايف بصراحة إن برضو كان في نسبة من مساحة للبوح كانت معمولة بقصد، يعني معمولة كانت وبالتالي لم يحدث اشتباكات كالتي حدثت في عام 94. بالعكس، الشرطة كانت بتأمن التحركات نهائي. نعم. نهائي نهائي نهائي. أصل المحامين يستحيل يصطدموا. يعني احنا اكتر ناس يهمنا جدا الحفظ الحفاظ على النظام والاستقرار، كل ده يعني ده في ذهننا واحنا واقفين. ولذلك كنا نرفض مثلا كان بعض الدعوات تأتي بمسيرة، لا نقول لا مسيرة. يا فندم بعتذر يا فندم. لا اتفضل اتفضل حضرتك. بس يعني احنا كنا نرفض ان الموضوع يتجاوز اطار المحكمة عشان ما ياخدش شكل اخر يستفيد به ناس اخرين. لا، احنا نتحدث عن مشروعية حق الدفاع وكفالة حق الدفاع اللي مش المحامي بس بيستفيد بيها، لا ده المواطن كمان، اللي دستور 2014 لأول مرة يجعل فيه باب مستقل للحديث عن المحاماة، باب مستقل في الدستور يتحدث عن المحاماة. والدستور طبعا ده أعلى وأسمى درجات القوانين، وكل نصوص آمرة تلتزم بها جميع القوانين. أستاذ أحمد، من ضمن هذه الأشياء المتعلقة بحقوق المحامين، أعتقد هو أنه حين يتم حبس المحامي لا يتم بقرار أو بإذن من وكيل نيابة ولكن من النائب العام نفسه. هل هذا ما استندتم إليه في طعن في الإجراءات السابقة للزملاء؟ نعم، هو ده بعض من كل. طبعا زي ما قلت عشان بس بعض الناس اللي قالوا يعني هم المحامين على راسهم ريشه، لا خالص، واحنا نرفض مثل هذا الوصف نهائي. لكن المحامي، هذا المحامي يؤدي دوره ومهمته ورسالته في ظروف صعبه للغايه، في ظروف قاسيه للغايه، كل جهه يتعامل معاها يجد عنت. ولذلك الدستور أحاط المحامي بضمانات، وأهمها إنه قال إن الاعتداء على المحامي أثناء تأدية عمله يعتبر اعتداء على السلطة القضائية. وكان ده طبعا يعني كانت نقابة المحامين يعني بذلت دور كبير جدا عشان نوصل للمنطقة دي من الحصانة. دي حاجة. الحاجة التانية، الدفوع طبعا اترافع في هذه القضية. أنا لم أترافع في هذه القضية، لكن كان يشرفني مجرد وقوفي، لأن الهدف ما كانش حب الظهور وشهوة الكلام قد ما كان الهدف إن إحنا نحقق نتيجة ونوصل رسالة. فأنا كأحمد صبري أبو علم لم أترافع في هذه القضية، لكني حضرت جميع المرافعات وكنت أقف على منصة الدفاع، ويشرفني إني كنت أقف خلف الأساتذة العظام الذين ترافعه. فانا اقدر اقول لحضرتك وانقل لك الاحداث بشكل يعني بشكل من داخل الحدث. كان من ضمن الدفوع او اهمها، واحنا بنسميها في الـ في الـ في, الـ في الـ لما نيجي نترافع ونقسم دفاعنا ودفوعنا لدفوع شكليه ودفوع موضوعيه، ودايما الشكل قبل الموضوع. فالشكل هو رفع الدعوه بغير الطريقه الذي رسمه القانون، لان القانون حدد ان المحامي تحديدا، لأن هو ليه عمل كده مع المحامي؟ عشان المحامي ده ليه خصوم كتير، خصوم بالوكالة
انا ما ببقاش خصم شخصي لخصم موكلي، لكن هو بيعتبرني خصم لان انا اللي واقف قصاده، فيقدر يكيد ليا ويقدر يلفق لي ويقدر يعمل لي. ولذلك المشرع احاط المحامي ببعض الضمانات اللي تمكنه من اداء رسالته في بعض من الامان، اهمها ان تحريك الدعوه الجنائيه يجب ان يكون عن طريق النائب العام او المحامي العام الاول بانتداب من النائب العام. لكن ما ينفعش المحامي يروح يحال بتاشيره رئيس نيابه، لا. وده اللي حصل، فده كان سبب رئيسي من اهم الاسباب اللي الدفاع استند عليها، بالاضافه طبعا لبعض الدفوع خاصه بعدم المعقوليه التي صورت بها الواقعه وبعض الدفوع الاخرى. اتفضل. ماذا حققتم في هذه الجوله؟ نعم يا فندم، يعني اولا هذا التكاتف او التضامن، يعني طيب. البعض يتحدث عنه محامين من كل المحافظات يذهبوا الى مطروح الى اقصى يعني الحدود المصريه او اقصى الحضر. طيب انا عايز اقول لحضرتك كذا ملمح تاملي في هذا المشهد، لان القصه مش قضيه محامين، لا 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 خالص خالص خالص. واحنا كمحامين كانت قصتنا مش الستة المتهمين زملائنا، هي كانت قضية المحاماة كلها. شوف الملمح الأولي، والجميع يعلم طبعا أن الخلافات تضرب نقابة محامين مصر منذ سنوات بسبب القيادات، لكن في مثل هذه الأزمة علينا على هذه الخلافات والانقسامات والهتاف السائد عند خروج السادة زملائنا المحامين إيد واحدة. هذا الهتاف لم يسمع في تاريخ نقابة محامين مصر منذ سنوات طوال. آدي أول ملمح وحد الناس وخلينا نكبر ونعلى ونسمو على الخلافات اللي كانت ما بين. اتنين، هذا التكاتف والتضامن، يعني وكأننا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهذا قد حدث بالفعل. أنا عايز أقول لحضرتك إن الناس كانت بايتة في مطروح من قبل الجلسة بيومين، بيومين وبيوم. أنا عايز أقول لحضرتك ملمح آخر عظيم للغاية إحنا شفناه من الجماهير من أهل مطروح. الناس ما تعرفناش يوقفونا ويدعونا ربنا ينصركم، وكأن الناس حسوا أن هؤلاء المحامين بيحاولوا يعبروا عن جزء من مكنونهم. هؤلاء المحامين صرخوا بدلا عنهم. كان المشهد فيه تعاطف شعبي رائع رائع، وده ملمح يعني احنا انا بشوفه بمنتهى الوضوح، هذا التكاتف وهذه المؤازرة. وفعلا هو في اجمل في الدنيا من الوحدة؟ هو في اجمل من الدنيا من الاتحاد؟ عندما اتحدت إرادة المحامين كان المشهد تم إخراجه بشكل عفوي، وده الجميل في المشهد، يعني محدش رتب ولا عد ولا نظم، أخرج بشكل عفوي في منتهى الرقي، لأن الموتف أو الدافع كان راقي وكان نبيل، الباعث كان نبيل. يعني عايز أقول لك إن في أساتذة كبار وأسماء كبيرة ما رضيوش يستزيدوا في المرافعة لأن بعض الزملاء استفادوا. فزي ما قلت لحضرتك هي المسألة ليست شهوة في الكلام وليس حبا في الظهور، لكن احنا كان يهمنا مشهد معين. تصحيحا بس لبعض يعني المصطلحات القانونية لو تأذن لي بعد إذن عليك، حضرتك ما قلت ايه؟ سنتين حبس وسنتين تحت الرقابة، لا تحت المراقبة الحبس والمراقبة. المراقبة دي عقوبة تبعية وجوبية إذا كان الاتهام بلطجة واستعرض للقوة، وإحنا استعرضنا في دفاعنا إن مجرد اتهام المحامي بالبلطجة دي في حد ذاتها إهانة، إن المحامي يصيغ إلى سقف الاتهام بهذه التهمة في حد ذاتها. المحامي مش بلطجي، المحامي أستاذ، المحامي مدافع. دي حاجة. الحاجة الثانية إنه هو أخذ إخلاء سبيل، لا، القرار كان وقف تنفيذ مؤقت لحين الفصل في الدعوة يوم 5/2. ده للتصحيح. فالمكاسب اللي احنا حققناها، رقم واحد قدرنا نجمع بعض، قدرنا نبوح، ده بحد ذاته مكتب. طيب عظيم. أستاذ أحمد، لو أنا وضعت نفسي في الطرف الآخر
وأقول لك تجمعتم، أوقفتم الإضراب وعملتوا إضراب ضخم جدا، عطل كل شيء. الناس اللي عندها مصالح توقفت في أسوان، ليس لها ذنب بزملائكم في مطروح. وانتهى الأمر بأن هؤلاء الغلابة الثلاث موظفين اللي ضربوا وربما أو ضربوا وربما ضربوا، انتهى الأمر بأن يجبروا على أن يذهبوا للشارع العقاري ليهدوكم ويسحبوا طلب بأنهم اعتدي عليهم أحد. يعني هل ترى فيها أيضا أنه هناك شخص أو طرف ضعيف دفع الثمن؟ نهائي أولا، وأنا كنت على صفحتي الشخصية أنادي بذلك، أقول إحنا لازم كلنا ننفذ الإضراب إلا في بعض الأوضاع الاستثنائية. يعني أنا جاي أحضر في جناية ومعايا متهم محبوس، فأنا هقول للمحكمة بعد انتهاء المؤقرة انصياعا لأمر النقيب العام وللوضع اللي احنا فيه، أنا عايز أجل إلى حين فك الإضراب. هيقول لي أهلا وسهلا، يلا أجل لجلسة كذا مع استمرار حبس المتهم. استمرار حبس المتهم دي تأذي المتهم، فكنت بقول لزمايلي يا جماعة لا، لو المشهد فيه ضرر للمتهم دي مش رسالة المحاماة ومش ده هدف الإضراب، لا هنضطر نشتغل، لكن ده ظرف استثنائي، لكن هنضرب لو أنا حاضر بتوكيل خاص، لو المتهم جاي من بره، لو يعني احنا كنا حريصين جدا كمحامين على ان الإضراب ما يأثرش بشكل مباشر على حقوق الناس اللي احنا بنتشرف بالدفاع عنهم وتمثيلهم. ده رقم واحد. رقم اتنين، هؤلاء الموظفين لم يجبروا على التنازل نهائي نهائي يا فندم. الواقع عليها صورة أخرى، طبعا احنا مش في مجال سرد بعض التفاصيل، يعني احتفظ بيها يعني بعد كده هتنشر، لكن المشهد ما كانش كده. المشهد كان ضارب ومضروب، فتم حفظ بلاغ المضروب، وكان الضرب رد فعل، والاتهام بتاع الموظفين هو اللي اتحرك، والمحامي اللي اتضرب راح على البلاغ حفظ هذا البلاغ، فالصورة صورت بشكل آخر. لكن لما جينا قدام المحكمة، وأنا يعني كثير نقول إن أرقى غاية تبتغيها الإنسانية هي إظهار الحقيقة، ودي مهمة الدفاع. فالدفاع بكل براعة واقتدار قد حاول جاهدا إظهار الحقيقة للمحكمة، حقيقة الواقعة كما كانت. فإذا هم ما أجبروش، بس يعني هم لم يجبروا على التنازل، هم تنازلوا طوعية واختيارا. أولا احنا بتربطنا بالموظفين أواصر صداقة وعلاقة على مدار سنوات، وما فيش محامي شاطر بيصطدم بموظف أو بقاضي أو بضابط شرطة، الكلام ده مش منطقي. المحامين المحترفين يعني يعني يجيدوا التعامل مع زمايلنا، لأن كلنا شغالين في منظومة واحدة وكلنا في بيت واحد اسمه بيت العدالة. لكن هو كان في ضارب ومضروب، يعني لحد حقيقة الأمر، يعني فهو ده هم ما منوش علينا بهذا التنازل نهائيا، لكنها كانت وسيلة محترمة وراقية لتهدئة الأوضاع، وده المطلوب. يعني أنا منكم رجل رشيد، حد يخش يحل بالراحة، لأن طيب. في النهاية أنا هنروح من بعض فين يعني. طيب سيادة المحامي أستاذ أحمد، كان في أيضا محاولة الضبط على الإعلام بألا يظهر كثير، كان جزء منه أيضا ألا يحدث اشتباك بين القضاء أو نادي القضاء وبين نقابة المحامين، يعني على غفلة أوامر سحبت بعد أن وضعت في قنوات الإعلام الرسمي ومطبوعاتها أو مواقعها بيان كان أصدره نادي القضاء. وأيضا من ضمن الأمور التي بيشير إليها هو موضوع أن احنا سنراقب التواصل الاجتماعي وما يصدر عليه ونتخذ التدابير اللازمة، لأن هناك كان خشية من أن البعض بدأ ربما يتجاوز في حق القضاء، وكأنها معركة محامين ضد قضاء. نعم، أولا المعركة لم ولن تكون أبدا معركة ضد المحامي والقاضي نهائي. القاضي ده الترقية بتاعته لما بيسيب القضاء انه يبقى محامي، او احنا والقضاء ابناء رحم واحد، احنا الاثنين كنا طلبه في كليه الحقوق. هو قد امتهن مهنه القضاء اللي هي الوظيفه، بقى موظف وزاره العدل قاضي، وانا محامي. القضاء والمحامين في علاقه تبادليه، احنا اتعلمنا من بعض. يعني احكام محكمه النقد الاولى اللي ارساها المحامين
النهارده القضاة العظام لما يوجهوا الدفاع ويكتبوا في احكامهم احنا كمحامين ناخد الاحكام دي وناكلها ونحفظها، فاصبحنا في علاقه تبادليه، احنا كلنا بنتعلم من بعض. والمحامي الشاطر، واقول لحضرتك ان محامين مصر تحديدا عندهم اداب وادبيات، هذه الادبيات اللي مش موجوده في الدستور ولا درسناها في كليه الحقوق. احنا حتى كنت بقول وبعتب على الساده القضاه، يا ريس ده انا بقول لك سيدي سيدي الرئيس، سيدي وسيدي كلمه انا مش مفروض عليا، سيدي دي كلمه لا تقال الا للرب او الاب او المعلم، احنا بنقولها توقيرا لمهمتكم العظيمه هي مهمه القضاء. فالمشهد بعيد كل البعد عن المحامين والقضاء نهائي، والتعميم من اخطاء التفكير الشائعه، فما اقدرش اقول ان كل القضاه كذا او كل المحامين كذا، ده واحد. اثنين، ساعه الانفعال والغضب قد يصدر امر اندفاعي غير مقبول، واحنا ضد ده طبعا، ولكن قلنا ان القاضي لا يغضب، الاصول كده، ادبات كده، وكذلك المحامي لا يغضب، فاحنا ضد اي اساءه هنا او يعني هنا. مطلوب من الطرفين. نعم الله ينور، بالظبط كده. لكن طيب، حصل تجاوز هنا، تجاوز هنا، ويكفينا سحب البيان ما دام اعتذار ضمني، يعني خلاص خلصنا يعني، لان في النهايه يعني احنا ابناء رحم واحد، طب في النهاية عظيم، كلنا مصريين يا أستاذ عبس، أكيد بصرف النظر أكيد، المحامين أو قضاة يعني. نعم، بس وقانونيين. نعم سؤالي هو أيضا والذي أثرته في بداية الحلقة، هو 3 عقود يعني أو 29 سنة من مايو 1994 حين بدأ الحراك والإضراب لنقابة المحامين، بعد شهر من التكتم في البداية على ظروف مقتل المحامي عبد الحارث مدني وهو في قبضة أمن الدولة وقتها، بتهم أنه متعاون مع الجماعة الإسلامية وليس مجرد أنه محاميهم، ووصولا إلى الآن مرورا بالعديد من الأوضاع، منها ثورة وانتفاضة يناير 2011 وغيرها. ما الذي تغير؟ لماذا هذا الكيان والكتلة الضخمة والقوية كمحامين تحركت، أخذت منها 29 عاما لكي يكون الفارق بين تحركين إضرابين كبيرين؟ والله يا أستاذ حافظ، هو للحديث شجون، يعني الحديث في الإيريا دي من الكلام يعني هيدخلنا في مناطق احنا ننأى بيها، لكن كأي مهنة في الدنيا، كأي مجتمع في الدنيا، قد تصيب في بعض الفترات فتور ثم يعود تاني إلى أصله. يعني احنا يعني المنطقة دي، أنا راجل صريح، وأنا مش ناوي إن أنا يعني إيه يعني 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 أجاوبك بصراحة، من الآخر أنا مش هجاوبك بصراحة، تمام؟ لكن في ظروف قد تتحكم أو قد تؤثر على الأداء، وفي فرق بين واحد قاعد في مكتبه وعمال يتكلم وبين نقيب محامين يتعامل مع مؤسسات الدولة. وفي النهاية نقابة المحامين هي هيئة اجتماعية، هيئة مجتمع مدني بتتعامل في منظومة الدولة في النهاية، وما أقدرش أنكر ده. لكن احنا كنا ننادي مثلا بالدور، كان في حاجه كلمه زمان عظيمه اتنست من سنين، هو الدور القومي لنقابه المحامين، لدرجه انك لما تقول لبعض الزملاء دور قومي يضحك، لا، نقابه المحامين ليها دور قومي حقيقي. المحامين حركوا الشارع من ايام مصطفى كامل وسعد زغلول والنحاس باشا وصبري ابو علام باشا، يعني قصه بالتاريخ يعني معروف، لان المحامي هو هذا الرجل الذي درس القانون والنظم السياسية والقانون الدستوري، هو أقدر الناس على قراءة المشهد. لكن فترات الضعف، مش هسميها خضوع بقى أو انبطاح، كنت بقول كده زمان يعني، بس مع النضج هقول فترات ضعف، دي ما كانتش في نقابة المحامين بس، دي كانت يعني بتمر بكل القطاعات. لكن نحمد الله، يعني زي ما بيقولوا إيه، أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أصلا. فإحنا نحمد الله إن ما زال هناك قلب ينبض بالحرية، وهو نقابة محامين مصر بيت الشعب الكبير. دي حاجة أنا مش يعني هبص على الإيجابيات، يعني كويس إن ده حصل، ده شيء عظيم إنه حصل، لأنه ما كانش متوقع. لأن المشهد لو شفته توتال ككل،
لا ما كانش متوقع يعني. ولذلك برضو يعني اسمن بشكل غير مباشر على النظام في مشهد معين برضو، ما كان يقدر يمنع ده، خلينا نتفق على ده. يعني لو عسكري واحد واقف، لكن كان في شكل من اشكال، لا تمام، اشاره خضراء خافته كان موجود ده. وانا راجل يعني اشتغلت السياسه واقول لك ده بمنتهى الوضوح، ده شيء عظيم، خلينا نسمن على الايجابيات. لكن طبعا يعني للاسف الشديد كنا نتمنى ان ده كله ما يحصلش. يعني المحامي احنا يعني انا عن نفسي عمري ما حصلت لي مشكله لا في محكمه ولا في قسم شرطه، المحامين الكبار ما بيحصلش، بنعرف نتعامل. لكن هم بيحترموني عشان انا اسمي كبير مثلا وليا خبره وتاريخ وبعمل كذا وكذا وكذا. لكن المفترض ان انا يتم حمايتي مش لشخصي، لا لمؤسستي للمهنه. هو لو وكيل نيابه دخل قسم او قاضي دخل قسم، هيتعامل عشان هو شخصيته كده ولا عشان هو وكيل نيابه او قاضي؟ اذا هو ياخد حصانته من مؤسسته. احنا بقى احنا بنحارب على المنطقه دي، يعني لا انا اخد حصانتي من مؤسستي. عندنا بعض النماذج المسيئه، لكن الغالبيه هي النماذج المشرفه. وكان الحراك ده يعني برضو مع كامل احترامي لرؤية حضرتك، هو مش مسألة محامين مطروح بس، ده كان في حراك قبليه ضخم جدا خاص بالفاتورة الإلكترونية، وعدة وقفات أسبوعية في نقابة محامين مصر 45 كلف شارع رمسيس، كانت مشهودة، الناس ماشية في الشارع مش مصدقة إن في ناس واقفة. يعني كان المشهد برضو ليه ملمح جميل. كان في الحراك أيضا، ده نعم، ده له فترة، ده له كان في فترة. أيضا حراك ولو بسيط دفع ثمنه أيضا بعض زملائكم من المحامين، 20 محامي في المنيا في نعم محكمة مغاغة، مغاغة، نعم انضموا إلى زملائهم من النقابين المحاميين في مايو 2013 نعم بسبب الاحتجاج على تغييرات قانونية لتجعل نعم المحامي مثل المحضر في بعض الأشياء. أوه انتهى الأمر بأنه 9 سنوات هؤلاء لم يحصلوا على العدالة إلا فقط في الشهر الماضي في 28 ديسمبر، نعم تم الحكم بسنة، 19 منهم سنة مع وقف التنفيذ سجن، وواحد فقط وهو نقيب المنيا كان منهم بالبراءة. نعم إذن هذا مؤشر أيضا على أن نحن نتعامل مع نقابة محامين مختلفة تعرف حقوقها، وهذا لم تحصل عليه على مدى 9 سنوات من قبل. جدا. الوقت اللي احنا فيه وقت ذهبي يا استاذنا، وانا اقول لمعاليك وحياة ولادي وليس تحيزا، احنا عندنا افضل محامين في العالم، مش في الشرق الاوسط او الوطن العربي، لا انا ليا اصدقاء محامين من دول اخرى ولينا اصدقاء واخدين تصنيفات عالمية، والله ليس تحيزا لمصريتي وليس عشقا لتراب بلادي نهائي. لا انا بكلمك على قدرات الدفاع، والقدرات دي تزيد اذا كان المناخ صعب. يعني في اي دوله في العالم المحامي ده الرجل يعني ليه مكانه خاصه، فالظروف مهيئه له كل قواعد النجاح. نعم. اما لك ان تتصور ان المحامي في مصر يتعامل في ظل ظروف صعبه وزحمه وتعنت، ومع ذلك قادر، ما زال قادرا على البوح وقادرا على الإبداع وقادرا على القتال لإظهار الحقيقة. والله يا أستاذنا أنا طبعا المرافعات اتسجلت لكن لسه مش كلها اتذاعت، أتمنى إنها تذاع للعامة تطبيقا لمبدأ علمانية الجلسات طبعا، وعشان الناس تفخر بالمحامين المصريين. احنا دكتور مجدي يعقوب بنفخر بيه كطبيب مصري كبرها عالميا. والله عندنا العصر الوقت اللي احنا فيه، طبعا كل عصر ليه رجالاته، الوقت ده انا اعتبره الوقت الذهبي. ليه؟ لان من كتر المشاكل علينا على الخلافات. اكيد السر في الاتحاد يا استاذ. استاذ احمد، نعم كلمه اخيره فقط او ملاحظه اخيره لك الحق ان تعلق عليها او لا. حين ذكرت لي حمايه التراب والارض للمحامين والقضايا التي كسبتوها، هناك قضية لم يكسبها المحامون ولم يكسبها الكثير من جموع الشعب المصري، وهو قضية تيران وصنافير والاحتفاظ بمصريتها. أعتقد أنت حاولت أن يكون أن تبلى بلاء في هذا الموضوع، وربما حبست أيضا بسببه.
لك كلمة أخيرة تعلق عليه في نهاية اللقاء. إحنا أولاً إحنا كسبنا القضية. لا إحنا كسبنا القضية، القضية في المحكمة إحنا كسبناه، وأخذنا حكم تاريخي مفيش راجل وطني حر سمعه غير لما بكى إن مصري تيران وصنافير مقطوع حكم شهير. لكن القرار في النهاية بعد كده ده قرار سيادي بقى، قرار لي بعد عسكري مخابراتي، احنا ما لناش دعوه، احنا اخرنا المحكمه القضاء. فاحنا لا احنا كسبنا القضيه، لكن قرار تسليمها للسعوديه ده كان قرارا سياديا، وانا احترم وجهه نظر المخابرات انها ما افصحتش عن التفاصيل لدواعي امنيه، دي حاجه تخصها هي. لكن احنا كسبنا القضية. لكن ملحوظتي هنا استاذ احمد هو انه البعض يقول احيانا حين تاخذها الى القضاء أنت هنا سلمت النمر، يعني لماذا لم تبقيها في الشارع مع شعبك؟ أنا كمحامي كرجل قانون بشتغل بالورقة والقلم، ودي المكنة ودي الطريقة اللي مكنني بيها الدستور إني أطالب بحقي. الشارع لأهل الشارع، لكن المحامين يتجهوا للمحكمة، هو ده الامر الطبيعي. القضاء يعني والاحكام بتبقى يعني عنوان للحقيقه والكلام ده كله، فيعني يعني لكن يعني هو يعني المشهد ككل لو عدنا نتذكر تاريخ المحاماه بدايه من مصطفى باشا كامل المحامي، سعد زغلول باشا المحامي، مصطفى النحاس باشا المحامي، صبري ابو علم باشا المحامي. انا بقول لك على اسماء اللي مش محامي عارف ان هم سياسيين عظام وترأسوا الحكومات بالتاكيد، هم هؤلاء نحن احفاد هذه الاجيال، اجيال محامين مصر، صوت الشعب المصري وكلاء الأمة الحقيقيين. هل في علاقة بين صبري باشا أبو علم وضيفي الأستاذ أحمد صبري أبو علم؟ علاقة شرف، ويعني علاقة شرف، يعني مش هي دي موضوعنا يعني، وأنا مش قرابة يعني ما فيش قرابة. أنا أحمد صبري أبو علم بس. المحامي بالنقد، عضو لجنة التحديات بنقابة المحامين، شكرا جزيلا لك.